Recording in progress. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نشوف مع بعض أداة تحليل ملفات الـ IFC، وده التطبيق دوت عامله المهندس مصطفى جبر من خلال ستريم LIT اللي هو واجهة تفاعلية. وتفضل يا دكتور. متشكر جدا يا باشمهندس وجزاك خير، ورب الحكاية تكون فعل الناس يا رب. الأداة دي أو تطبيق الواجهة اللي هي ستريملت. ستريملت هو عبارة عن كود لايبرري على بايثون، بتقدر من خلاله تعمل انترفيس زي كده، بتبرمج الأيقونات وبتبرمج الحاجات، وكمان عن طريق ستريملت شير دوت ستريملت دوت اي او، تقدر تديبلوي اي بايثون كود، وكمان هو بيقرأ من الجيت هاب بتاعك. كل اللي انت بتعمله انه بعد كده، بعد ما تعمل deployment الكود بيظهر لك زي ما انتم شايفين كده. يعني ده كود مكتوب وهو open source. يعني ايه open source؟ يعني open source يعني اي حد ممكن يستعمله ويعدل عليه ويعمل نسخة منه. طبعا هي عشان هي مفتوحة المصدر او open source، يعني مفتوحة المصدر، بيفضل طبعا ان الناس حتى كمان اللي بتعدل على الكود ان هي تنشره زي ما هي اخرت الكود، مش تاخد الكود وتخليها في جنبها. يعني الخير يعم على الناس كلها يعني. وكان موضوع مفتوح المصدر ده كان في بعض برضك البرامج الـ operating systems يعني وكده، اللي كانت بتنافس وما زالت تنافس الويندوز يعني. بس عموما زي ايه كده؟ زي ايه؟ زي لينكس، زي اوبونتو، فيرجنز كتيره من لينكس، ريد هات، وكل الكلام ده كله، كل دي اوبريتنج سيستم مفتوحه في المصدر. تمام. المهم دي فكره اللايسنس ديت ان هي مفتوحه المصدر للناس كلها. يقدر ياخد الكود، كل ما اول ما يفتح الصفحه هيدوس هنا هيديله على الصفحه بتاعت الكود اللي هي دي. طيب الكود ده بيعمل ايه؟ بما ان الاي اف سي هو الاكستنشن او الفايل بتاع البيم اللي كل البرامج البيم تقدر تعمله اكسبورت، مع الاحتفاظ ب الداتا تكاد تكون سليمة. فبالتالي انا لو شغال على ريفت اقدر اكسبورت اي اف سي، انا شغال على تكلت اقدر اكسبورت اي اف سي، انا شغال على اركي كاد اقدر اكسبورت اي اف سي، وات ايفر الناس التانية في الديسيبلينز التانية او الحاجات التانية بيستعملوا ايه برامج، تقدر البرامج دي طالما هي بيم، برامج بيم تقدر تاكسبورت منها الاي اف سي فايل. طيب علشان البيم مانجر يقدر يمانج ما بين، مش الناس كلها بتستعمل الريفت، في ناس بتستعمل الريفت، في ناس بتستعمل حاجات تانية كتير او برامج تانية كتير، بس كله بيقدر يحط جوه الاي اف سي فايل. فبالتالي جت فكرة ان انا اعمل الابليكيشن دي بحيث ان البيم مانجر يستعملها، يقدر يشوف يحلل الاي اف سي فايل، يقدر يطلع منه فايلات اكسل الداتا بيز بتاعته، يقدر يقارن اتنين اي اف سي فايلز مع بعض، وهكذا وهكذا. طيب اول ما تفتح الابلكيشن اللي مش مصور هيحط الكود لينك بتاعها، الاي اف سي الاكسل فايل هيبتدي يشرح لك الفيتشرز الموجوده. اول حاجه ان انت بتاناليز او بتحلل الاي اف سي فايل. تعال نشوف دي اول ايكون. هنا بيقول لك الخطوات ايه، ابلود
تشوف البروجكت ميتا داتا بعد ما تابلود يعني فايل او ترفع الفايل، تشوف بروجكت ميتا داتا. الميتا داتا دي اللي هي الداتا الرئيسية للفايل. هتبتدي تقدر تشوف component count visualization، يعني تشوف أعداد ال components سواء كانت ببان شبابيك whatever components في البان model ده ايه، تقدر تشوفها. وبعد كده تقدر تعمل analysis، وبعد كده تقدر تكسبورت الفايل ده as a PDF. هنعمل ايه الأول؟ هنبراوز هنشوف IFC file، نشوف IFC file مثلا. IFC file المفروض طبعا ان جوه الميتا داتا تكتب اسم المشروع ووصفه وهو في انهي فيز، ده كمان اللوكيشن بتاع المشروع تمام. ودي بار شارت كده للكومبوننتس دي بالاعداد، يعني لو وقفت هنا كده في IFC member 186 وهكذا، او ان انت تختار ان هي تبقى باي شارت. دي علاقة كل كومبوننت كعدد بالنسبة للكومبوننتس التانية، يعني الملف ده في عدد ويندوز مثلا بالنسبة لأعداد الأوبجكتس اللي موجودة الويندوز تمثل منها 11%، الحيطان تمثل منها 12.9% وهكذا. ده موجود عندك هنا كده علشان لما تعمل اكسبورت تقدر تعدل في الفايل. بس خلينا نخش اكتر في ديتيلد اناليسيس. انت دلوقتي عاوز تشوف فعلا مثلا الشبابيك هنا او حتى البيبان، هتبتدي تبص على كومبوننت كومبوننت ونشوف مثلا ايه ادي الشبابيك. فيبتدي هنا يقول لك دول ثلاثة تايبس او ثلاث انواع الشبابيك اللي موجودة في المشروع اللي انت عملت له ابلود، 60 منهم في ده وسبعة منهم من النوع ده واثنين من النوع ده. وهنا طبعا هو واخد الارقام دي وعملها بنسب، يعني الشباك ده عبارة عن 87% من إجمالي الشبابيك اللي موجودة في المشروع كله وهكذا. تقدر تعمل ده برضك للأعمدة، للبيبان، للفرنشر، البيبان هي تمام 18 والنوع دوت 2 وهكذا. طيب احنا ممكن نشوف كمان ديتيلز أكتر من كده، دي مجرد بس إن أنا بشوف أوفرول كده الحاجات. تمام. لو رحنا هنا الـ Detailed Object Data هيبتدي هنا نفس الملف اللي انت عاوز تعمل upload لملف غيره ممكن برضو، بس هو بيقرأ من نفس الملف اللي هنا هو اللي هنا. طيب هنا بقى أكتر الـ Classes اللي موجودة كلها أكتر من 2، يعني كان واخد Classes معينة أو Component Types معينة، هنا كل الكلاسز اللي موجودة جوه الفايل موجودة قدام. تاني لو بصينا تاني للويندوز هنشوف الويندوز هنا، هتلاقي كل الشبابيك هنا بالتفاصيل بتاعتها، يعني مثلا في ليفل في ويندوز وفي لايت دوم وفيها طبعا الاكسبريس اي دي. هنا في شرح كامل بقى لكل حاجة عبارة عن ايه، الاكسبريس اي دي يعني ايه، جلوبال اي دي يعني ايه، كلاس يعني ايه، التايب يعني والنيم يعني وهكذا. فبيشرح لك كل الكومبوننتس اللي هنا، تقدر كمان تنزلهم از سي اس في فايل، وتقدر تبص طبعا تشوف هنا ايه كل الداتا اللي عندك. ده معمول سمري كده للداتا هنا باي فلور، يعني الشبابيك دي في الليفل الاولاني في شباك من النوع ده عدد 2، الليفل الاولاني شباك من النوع دوت عدد 5 وهكذا وهكذا. كل ليفل ومفصل فيه اعداد انواع الشبابيك واعداد الشبابيك.
طبعا انت ممكن تنزل بقى التوتال اللي هي دي كلها از السي اس في، هنزلها كده واقول لكم هنزلها ليه. خلينا مثلا كده نكتب اي اف سي ويندوز اول ما نفتحها هنا هيفتح لك الفايل. تمام، ادي الداتا بيز اللي عندك هنا، تقدر طبعا تعملها سيف از اكسل شيت. تمام كده بقت عندك اكسل شيت عشان تقدر تستعملها في الاكسل فايل اناليسيس، هنجيلها دلوقتي. طيب في كمان هنا انا حبيت اخد الويندوز بس، ده الجدول ده بيجيب الشبابيك بس حتى لو انت مختار حاجات تانية مختلفة هنا ويفسرها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو حاطط الجلوبال اي دي بتاع الشباك واسمه والاورينتيشن بتاعه، هو في الشرق في الغرب، بيحسب لك بالظبط، وبيحسب لك كمان الازموس، الازموس اللي هو اتجاه الشباك في الاكس والواي، يعني الشباك ده مايل كده ولا مايل كده ولا مايل كده، ودي الزاوية بتاعته بالنسبة لل 360 درجة بتاعت الاكس والواي كورنس، يعني الاحداثيات بتاعته هو مايل بدرجة قد ايه. فالجدول ده بيجيب كل الشبابيك اللي موجودة يعني، مجرد برضه ايه تروح ممكن برضك لما نيجي نبرمج اكتر نبرمج البلان ونشوف الحوائط، احنا ممكن نعمل جداول مختلفة من الحاجات دي. طيب ايه تاني؟ انا ممكن اعمل ايه كمان؟ نعم بس حضرتك ايه تاني؟ ايه تاني ممكن في التطبيق؟ ايه تاني؟ نقدر كمان نحلل الملف الاكسل اللي احنا حولناه دلوقتي ده. نشوف مسمينه اي اف سي ويندوز اللي هو دوت، فهو قرا الملف اللي هو هنا ده زي كده بالظبط. تقدر تحلل بقى، تبتدي تحلل الكومبوننتس هنا، تقول له انا عاوزك تحط لي انت عاوز تحط ايه بقى بالظبط، وبالتالي تقدر تفيجواليز الداتا. فيجواليز الداتا دي ان هو بقى بيعمل لك مثلا بالكاونت ده الشباك الفلاني والشباك الفلاني، يدي الانواع كلها، يديك زي انسايتس كده. طبعا حسب الاكسل، حتى لو الاكسل مش طالع من اي اس، يعني اي فايل اكسل موجود عندك تقدر تابلوده هنا وتاخد منه انسايتس بشارتس بحاجات دي كلها. طبعا الشارتس دي تقدر تاخدها تابلودها زي ما هي صوره، يعني مفيش مشكله خالص. تمام. وتقدر تجنريت حاجه اسمها انسايتس. الانسايتس دي ان هو بيمسك بيقول لك مثلا عدد الريكوردز الموجوده هم 69 ريكورد، هم 69 شباك يعني، وهكذا المين متوسط بتاعهم ايه، و25% منهم قد كذا، كله بيحسب على حسب الكولومز او الاعمده اللي موجوده هنا. مش كده وبس، احنا كمان نقدر نعمل حاجه اسمها كومبير. كومبير يعني قارنه ما بين اثنين اي اف سي فايلز. ده لازمته ان انت لو انت عندك اي اف سي فايل مشروع واشتغلت فيه وبعد كده عملت له سيف، بعد كده عملت سيف از للمشروع وعاوز تعرف الملف تاني، وعاوز تعرف ايه الفرق ما بين المحتوى بتاع الملف ده والملف ده، فبترفع الملفين هنا. ممكن يكونوا ملفين متشابهين وممكن يكونوا ملفين مش متشابهين، فخلينا نشوف مثلا الفرق ما بين الملف ده والملف ده في اعداد الشبابيك مثلا. خلينا نشوف هنا، فبيعمل الفرق ما بين الاولاني والثاني. تمام، هنا الملف دوت مفهوش أعمدة، الملف ده فيه أعمدة، خلينا نعمل الملف فيه أعمدة أكتر عشان يبقى فيه فرق. مثلا محتاج
ماشي. تمام. هو شايف ان الاولاني والتاني في الفرنشر، في واحد في الفرنشر والتاني ما فيهوش فرنشر، فطرح ده من ده فطلع بالماينس الاعداد. تقدر تغير الحاجات، تشوف الاعمده، ده في مثلا 84 عمود، ده في 30 عمود، ففي فرق ما بين الملف ده والملف ده حوالي 54 عمود. تمام. وهكذا تقدر تشوف المقارنة ما بين الملف ده والملف ده في كل الحاجات دي. تقدر تشيل طبعا الحاجات دي interactive، لو انت شايف كده تقدر تشيل difference أو تشيل الحاجات كلها. كل الحاجات دي interactive، يعني غيرها. تعالى نشوف مثلا عدد البيبان هنا وبين هنا وبين هنا. فالملف التاني اللي هو اسمه نظام البروجكت ده، في بيبان 21 باب أكتر، تقريبا في 11 باب فرق، يبقى ده هنا في 10 بيبان، في هنا في 10 بيبان، الملف التاني في 21 باب، يعني في فرق 11 باب. وهكذا تقدر تشوف الكومبارز نفس الفكرة. وبالتالي أيضا ممكن تكسبورت الملف ده إن هو PDF. في كل الداتا اللي موجودة عندك، بالإكسل أو مش بالريكوردز المفروض كمان، وهنا البار شارت دي. أدي فكرة الحاجات. طبعا الأفكار في تطوير الفكرة دي طبعا هي أوبن سورس أكيد بتكتر، بس هي بتستعمل أوبن سورس، بتستعمل بايثون كود علشان تساعد الناس في الحاجات في التطوير أو في التسهيل على الناس حاجات أوبشنز مش موجودة في البرامج اللي بعملها، زي الـ IFC فايل بتفتح كل الملفات البرامج اللي بتعملها. بس جزاكم الله كل خير. طب تكلفة الاستخدام بقى يعني؟ هو ده اوبن سورس، الدنيا مفتوحة. لا بس مش كل الاوبن سورس مش معناه ان هو مجاني. الاوبن سورس مش معناه طبعا ان هو مجاني، بس هو يعني كلمة فري ليها معنى مجاني وليها معنى حرية، فأنت سايب لنا الحرية. اتفضل. أنا سايب الحرية إن أنت يعني إن أنت تاخد الكود وتعدل عليه تمام لو أنت شاطر، بس النصيحة إن أنت تاخد الكود وتعدل عليه وتعرف تستعمله وتنشره، مفيش مشكلة. بس غالبا الكوبي دي بتبقى تفضل إنها تبقى موجودة، يعني بدأ الكود دوت الشخص الفلاني، ممكن هو كمان يزود اسم وهكذا. فبيبقى معروف اللي اتعدل عليه دوت الشخص الفلاني وهكذا. تمام. ولازم بس ان انت لا اول ما تفتح اللينك انت الكود قدامك، يعني انت بتدوس على اللينك اللي هنا كده هيفتح لك الكود اهو. ما شاء الله. ده الجيت هاب. ده السورس كود. على موقع جيت هاب. موقع جيت هاب مظبوط. تمام. يعمل بقى لايك على الموقع على تيفر، مش ده الهدف منه، ولا الهدف منه ان الناس تستفيد من الكود دوت. تقدر تستعمله في الورك فلوز بتاعتهم. ما شاء الله. تطوير الكود اضافة حاجات عليها، انا بحاول كل فترة كده اضيف عليها حاجات وهكذا، يعني انا بنتعلم وطبعا اهم حاجة ان الواحد يدي تغذية عكسية، او لو عنده اي فيدباك يبعتها عشان يدعم فكرة الاوبن سورس. الافكار كلها بتبقى، يعني انا مثلا تحكيلي ساعة لما كنت بشتغل في المجال الفلاني،
في حد ممكن يكون احتياجه مختلف، يقول لي يا باشمهندس مثلا هو ممكن نعمل كذا وكذا وكذا، فكرة عنده وقت مثلا. أنا كنت بحاول مثلا أقارن ما بين الملفين عشان أعرف المحتوى بتاع ده إيه، فهل ممكن نعمل كذا؟ وهكذا الأفكار تبتدي تتطور ونطلع أفكار جديدة ونطور، والناس كلها تستعملها، حتى إحنا بس نستعملها. ممكن تاخد الكود ده ممكن تستعمله وهو أونلاين، وممكن تاخد الكود ده تستعمله على الجهاز بتاعك، بس لازم يبقى عندك اي دي اي يعني بايثون شغال وشغل الكود عادي جدا على الجهاز. تمام، جزاكم الله كل خير يا دكتور. ألف شكر يا دكتور، ربنا يجزيك خير يا باشمهندس، الله يكرمك يا أستاذ، العلم والنفع الكبير ليك للناس جميعا، الله يكرمك يا أستاذنا، جزاكم الله كل خير، شكرا يا باشمهندس. Recording stop.